حصريا شاهد لأول مرة فتاة خلصت فاينل وهي حاليا أسعد فتاة بالكوكب. أهلا فيكم، أنا لينا. فيديو اليوم حنقلب ونرتب غرفتي، يعني تقريبا نقدر نقول أرت فلوج أو شبه أرت فلوج، أو ممكن get ready with me. لا دقيقة، إيش دخل؟ لا صح، إلا تجهزوا معاي عشان للإجازة وطقوس الإجازة يعني، ورتب غرفتي. المهم، من زمان من زمان عن الفيديوهات، تقريبا يمكن آخر مرة قبل سنة، وصايرة تنطلب مني فلوج فلوج، فليش ما نسويها يعني، حتى أنا أستمتع وأنا أصور فيها. هذا منظر غرفتي كل يوم، كل ما أرجع من الدوام الجامعة كل مرة أقول بس أخلص بس أخلص، بس أعطل، بس تبدأ الإجازة، وجت الإجازة فلازم تترتب من الصفر. أول خطوة عشان نبدأ، لازم أشيل كل هالفوضى من المكتب، لأنه أكثر شيء مسبب لي زحمة، وهالشيء كل يوم من المكتب للسرير والسرير للمكتب، وكل يوم على هذا الحال، فلازم نلقى حل. أغلب الأشياء اللي لها علاقة بالجامعة زي أوراق ولابتوب وأسلاك ودفاتر وما أعرف إيش، كلها حشيلها لأن هي اللي مسببة فوضى أكثر شيء في المكتب. بما أنه خلصت تقريبا اللابتوب، يعني ما راح أصير أستخدمه إلا كم ساعة في اليوم، لأني حابة أتعلم فيه أشياء والأشياء اللي أخذتها وأطور نفسي فيها أكثر، وعشان كمان لا يصير عليه شيء وينكسر أو ينخدش بحطه بشنطة الجامعة، وعشان كمان شنطة الجامعة ما تكون بوجهي فرح أحطها برف فاضي بالخزانة عندي، عشان كمان الشنطة الحالة بتسبب زحمة. وخلصنا من أول شيء دائما بوجهي ودائما يسبب لي زحمة، نبدأ بعدها ننظف المكتب. أول شيء لأنه مغبر والجو أبدا مو ثابت، مرة صيف مرة ربيع مرة خريف مرة شتاء، فكل يوم شكل. رح أشيل كل شيء من عن المكتب وبنقلهم لمكان ثاني تقريبا لوقت مؤقت، 5 دقايق عبال ما أنظف وأمسح المكتب. رغم أن المكتب أمسحه دائما، بس هالمرة صدمني، يعني لون المكتب غير تماما، لأنه يمكن مكتبي تحت الشباك أو قريب من الشباك، فأي شيء يجي عليه يبان، مطر أي شيء. هاللوحة اللي أعلق عليها أشياء مختلفة بشيل كل شيء عليها، لأنه حابة أعيد ترتيبها من جديد. شيء مهم لازم يتنظف وهي إضاءة المكتب، لأنه أكثر شيء يجمع عليها الغبرة والأوساخ، وأنا أصلا ما أمسحها أنساها يعني، فلازم أتذكرها لأنه جمع أوساخ كثير. عندي مجموعة صور أو بوسترات مصغرة أغلبها من شيئين، فبما أنه شلت كل الأشكال القديمة بدور على أشكالات يعني جديدة حابة أنه أرتب فيها يعني، وحابة تكون كمان ألوان هادية تقريبا بدرجات البيبي بينك، فحاولت أني أختار الألوان اللي جدا جدا ألوانها فاتحة، يعني تكون فاتحة مو غامقة، لأنه الألوان الغامقة مو جو كثير. راح أبدأ أرجع كل الأدوات، تقريبا الترتيب حيكون نفس قبل، بس حرتب الألوان وكم شي يعني، والأشياء اللي ما لها داعي كلها حرميها تقريبا، يعني مو كثير حيتغير، بس على أول مرة سويت فيها فلوج لمكتبي الترتيب كله تغير، لأنه المكتب كان بمكان ثاني وكان في مشكلة بالجدار أو الحيطة، فنقلت لزاوية ثانية من غرفتي، وهالزاوية أشوفها بصراحة أحسن من ناحية ترتيب الغرفة، وصارت أوسع. يعني لما صرت أصور تحديدا لما اشتريت إضاءة التصوير صرت أقدر أتحرك بسهولة، أول كنت أحس الدنيا زحمة ما في مكان ما أقدر أصور، تقريبا الإضاءة الشمس ما تفرق يعني نفسها انتقلت، بس نفس الزاوية بس لجهة ثانية. أغلب الأشياء أو الأدوات اللي كلها على المكتب كلها من شيئين، حرفياً شيئين المنقذ يعني، وكلها تحتاج تنظيف لأنه تغبرت يعني. طبعاً ما رح أرجعها على طول، تقريباً في قطعة زي اللي هي الرفين هذه صدمتني، لونها غير تماماً تماماً، واضح قد إيش إنها تلمع يعني، لما كنت حاطة أشياء فوقها وشلتها فصار في اختلاف بالألوان، لكن ححاول إني أنظفها وخليها كأنها جديدة. وبعد ما خلصت بحط مجموعة الدفاتر اللي أحجامها صغيرة وبحاول إني أنسقها وأرتبها لأنه ملخبطة وحالتها حالة.
تقريبا الجزء اللي فوق موضوعه سهل، يعني حبدأ أنسق اللوحة. فحرجع أول شيء الميداليات لمكانهم، ومرة أحب الميداليات تحديدا اللي تكون أشكالهم كيوت وهيلو كيتي، مرة أحب أجيبهم من غير تفكير. وعشان أثبت البوسترات اللي عندي جبت عندي استيكرات على شكل دوائر من شي إن، تقريبا شي إن منقذ يعني كل عفشي من عنده. إذا لقيت روابط المنتجات أو أرقامها بحاول أحطها لكم. وحسيت إنها تحتاج شوية لمسات كمان، يعني فجبت استيكرات على شكل بيكسل، اخترت كم شكل أحسه مناسب وألوانها مناسبة وحطيتها. هالسماعة عاجبني 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 لونها، أحس لونها غريب أو لونها نادر، شكلها مرة يجنن. وكمان يعني أهم شيء جودة الصوت، مستحيل أجيبها وصوتها مو كويس. وكمان حابة أني أزينها باستيكرات ويعني بشكل عشوائي وما أعرف إيش، فعندي هذا الاستيكر الوحيد فحزين فيه. أول جزء من المكتب انتهينا منه، حنروح لقسم الرفوف، بشيل كل شيء عليها وعشان أنظفها. لكن يعني التصميم بحاول إني أغيره، ما عندي أفكار، فبس حنظف وحرجع الأشياء مكانها، وإذا عندي أفكار بغير، ما عندي ما حسوي شيء. الرفوف اللي بالنص أنا دائما إن أنظفها، لكن الرفوف اللي فوق وعالية فما أوصل لها، يعني أحتاج كرسي أو سلم، فصعب إني أنظفها وأسوي نفسي أنساها وما في داعي تتنظف. لكن لما شفت المصايب انصدمت، يعني لكن نظفتها من أول. وبعد ما خلصت كل شيء برجع مكانه. عندي هالسلة تقريبا أي شيء ما أحتاجه أرميه فيها، فحشيك إيش موجود واللي أحتاجه هخليه واللي ما أحتاجه أرميه عشان ما في داعي نجمع أشياء ما لها داعي. تقريبا فيها مجموعة إضاءات وأشياء سويتها بعجينة السيراميك، ومجموعة استيكرات وظروف، يعني أي شيء كذا أشياء بسيطة أحط فيها. والحمد لله خلصت الرفوف، طبعا أسهل شيء ما يحتاج لا ترتيب ولا شيء. حاولت إني شوي أغير الديكور. يبدو انه خلصنا الشكل الخارجي بس ما شفنا من جوا المصايب وايش جوا الدرج. المكتب ممكن باي لحظة ممكن ينفجر من الاشياء اللي فيه، لدرجة ما صرت اعرف وين احط ادواتي، في اشياء ما لها مكان صرت احطها برا المكتب، فاي شيء ما احتاجه ارميه في الدرج. فلازم هالمرة نعيد ترتيبه. يعني واحدة من سلبيات هالمكتب انه الدرج من كثر ما هو عريض اعاني عشان اطلع الشيء من جوته، لانه جوا يحتاج اني ادخل كل جسم عشان اطلع الشيء اللي احتاجه. فالاقل اهمية واللي ما هستخدمه هخليه ورا، واللي دائما استهلك واستخدمه هخليه في وجهي اول شيء. المكتب بصراحة ذكرني برياكشن اللي يطلعوا من السيارة مليون الف شخص، اطلع مرض الاشياء اتخلص، ما اعرف كيف المكتب مستحمل كل هالاشياء. بحاول اني ارتبه بحيث يكون في توفير وفي اماكن، يعني فزي هذا الشيء اللي سويته عشان اني اوفر اماكن كل الاشياء جنب بعض. الجزء اللي تحت حرتبه، احسه اقل سوء من اللي فوق، لانه يعني فقط اشياء كبيره، دفاتر واشياء يعني حجم كبير فبسرعه تترتب. تقريبا في مجموعه دفاتر كبيره رسم ودفاتر عاديه الكتابة، يعني في مجموعة فرش ومجموعة مفارش للتصوير، يعني لما استخدمها او اصور فيها بوست انستغرام اشياء زي كذا. يعني هالخشبة جايبتها عشان الون فيها بفيديو، بس ما اعرف متى جبتها، يعني انصدمت انه موجودة عندي. في اشياء انا بصراحة جايبتها وانصدم متى جبت هذا الشيء، تقريبا لها عندي من شهور، من زمان جايبتها. يعني في زي الوان مثلا القواش، نسيت اصلا انا عندي الوان قواش، اخر مرة لونت فيها تقريبا من زمان يمكن قبل سنة ونشفت حتى، فحاولت اني قبل فترة اني ارجعها
فان شاء الله قريبا بحاول اسوي او ما بحاول حسوي عليها فيديو وحرجع الون فيها، يعني ما جبتها على الفاضي لازم الون فيها. وتقريبا خلصت وكم شيء رميته يعني اللي ما احتاجه وحسيتهم على الداعي. الدرج اللي فوقهم هذا اكثر 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 الادوات اللي استخدمها احطها فيه، اي شيء كمان ما احتاجه مناديل ورق اعامله معاملة السلة، يعني اي شيء احطه فيه. فبحاول اني اخفف منه تقريبا نص الدرج في الوان اكريليك. كل ادوات الاكريليك تقريبا حاططها فيها، الوان اكريليك، جيسو اكريليك، يعني هذه الاشياء وحالته حاله. فاخذت كل الوان الاكريليك ولقيت لها مكان بالرف وحطيتها واحسها احسن، يعني بدل ما ارتبهم يرجعوا فوضى. لما كنت ارتب عندي ملف حالته حاله، فقلت هرتبه معاكم لانه اخر مره سويت فيه جوله، يعني طلعت فيه كل الرسمات القديمه وبعدين سويت جوله وخلصت الفيديو ورميت الورق وقفلت عليه وحطيته في الدرج. فلازم ارتبه عشان اخف على الرسمات لا تضيع، او واصلا هو حيسبب فوضى في المكتب في درج المكتب فلازم يترتب. تقريبا تقريبا المكتب خلصناه، بس في شيء اعتبره جزء اخر من المكتب هو هذا الدرج. اي شيء عشوائي ما له داعي ما له مكان بالغرفة نرميه، بس ارمي ارمي كل شيء في هذا الدرج. فبصراحة اكلت هم هذا الدرج اكثر شيء كيف حيترتب، فحرفيا كل شيء فوق بعض لدرجة احيانا ما يسكر، احاول اني اسكره بس ما يسكر. هاللعبة مسببة لي رعب في حياتي هي ووجهها، سويت عليها فيديو وبعدين حطيتها وصرت كل ما افتحها اخاف منها بصراحة، فحرميها يعني بسبب لي رعب وانا ما احب العاب الاطفال. كنت زمان اخاف منهم وكل العابي زمان بالطفولة كلها رميتها، يعني ما عندي العاب افلام الرعب والالعاب وهذه الاشياء مسببة لي رعب في حياتي السابقة. كيف تعرف اني مهووس اجمع كفرات جوال؟ ولحد الان سلة جي ان اللي بطلبها مستقبلا مليانة كفرات جوال اشكال والوان. الله المروحة لها ذكريات. أذكر آخر يوم وقت يعني الثانوي اتفقنا يعني والشعبة إنه كل شخص يجيب هدية بسيطة، يعني مش شرط هدية يعني أي شيء عشوائي، وبعدين نسحب أرقام وعلى الحظ ونشوف إيش بيطلع هدية يعني. فطلعت لي هذه المروحة واحتفظت فيها يعني ما حرميها، تذكار بسيط. محتفظة في أشياء ما لها داعي، وأكبر مثال زي هالفرشة تقريبا جبتها او مو جبتها يعني شفتها واخذتها اني استخدمها للرسم، ما اعرف متى استخدمها بس مخليتها للرسم يعني، بس هي شكلها ما يصلح اصلا لتفريش الاسنان ابدا، ما يساعد شكلها ابدا. وعندي لقيت مجموعة صور وانا صغيرة، يعني كنت احطها بكفر الجوال بعدين لما غيرته مع الدرج والفوضى الصور راحت يمين ويسار فلقيتها يعني، وهذا هو شكلي وانا صغيرة يعني. درع اليوتيوب ما اعرف ليش محتفظة فيه، يعني مخبيته خايفة انه يخرب، ما اعرف ليش يعني ما استخدمه. فكنت قاعدة اتخيل انه اول مرة اخدته واسوي انبوكسنج انه او ماي جاد اخدر اليوتيوب، فجاب بالي اني اطلعه بس المشكلة مو عارفة وين احطه وما لقيت له مكان، وكمان خايفة عليه لا يخرب ينكسر او يصير له شيء يعني الا درعي تعبت عليه. ف يعني دورت زاوية فحطته في مكان مناسب وان شاء الله ما ارجع ادخله مرة ثانية واخاف عليه. مجموعة رسمات لي وأنا طفلة تقريبا عمري 6 أو 7 سنوات، كان عندي تقريبا زمان أسلوب رسم، شوفوا كيف الإبداع، عارفين كنت أشوف نفسي فنانة ما حد قدي بالرسم، أنا ختمت الرسم، فكيوت يعني رسمات الطفولة. تقريبا الدرج ترتب وصار شكله مقبول أكثر من أول، كان أول فوضى على فوضى يعني تقريبا نفس الأشياء، رميت كم شيء بس إنه صار مرتب أكثر، وإذا في شيء بحطه فيه حيقفل الدرج ما حيكون زحمة وما في مكان. تقريبا تقريبا غرفتي ترتبت 90% عدا الخزانة، هذه حالة خاصة حرتبها لحال وتحتاج ترتيب يعني خاص. وتقريبا خلصنا وصار هذا هو شكل المكتب النهائي،
صار يعني تقريبا ما تغير بس انه ترتب شوي. الفيديو بصراحة كان ممتع نفسيا، ما عندي هموم، ما عندي فاينل، ما عندي اختبارات، وبرغم انه بسرعة صورته لانه خلصت على نهاية الاسبوع فمو حابة اني اسحب، وبنفس الوقت غيرنا النفسية ما بعد الاختبارات. وبس اتمنى اعجبكم فيديو اليوم، شكرا لكم على المشاهدة، واشوفكم بالفيديو الجاي محتوى اخر. باي باي.